حقيقة هي المشاكل متعددة. أولا وقبل كل شيء ما لازم نذكر بشيء، أن هي الحملة تلقينا مراسلة بإجراء الحملة في وقت متأخر، وما كانش عندنا متسع من الوقت باش نقوموا بالحملات التحسيسية وباش نتنظموا. كاين جانب ما هوش تحت مسؤوليتنا احنا، لكن ما يمنعش انه في خلال 4 أيام قدرنا نكونوا الفرق، لان انا قلت لك العملية التطعيم هذه مختلفة على سابقاتها. ان الحملة التطعيم في سنة 2022 كانت تحت او ما زالت تحت اشراف المنظمة العالمية للصحة، وبالتالي لازمنا نخضع لبعض المتطلبات ولبعض الشروط اللي تطرحها المنظمة العالمية للصحة ولازمنا نحترمها. كما يقولون مثلا، يقول لك في كل فريق ولا في كل مركز للتطعيم لازم يكون شخصين. قبل كنا نقوم بعملية التطعيم يقوم بها شخص واحد، الخطرة هذه قال لك لا، المرة هذه قال لك لا، لازم في كل مركز تطعيم ثابت ولا متنقل لازم يكونوا شخصين. ومع النقص العددي بالنسبة للمؤسسة في من التأطير ومن الممرضين وممرضات تلقينا صعوبات كبيرة. والدليل أنه في بلدية الواد ما درنا ما تحصلنا إلا على 13 نقطة تطعيم ثابتة بدون الفرق المتنقلة. بالنسبة المرحلة الثانية التي سوف تنطلق، وأنا باش نهضر عليها بعد، باش تنطلق في 8 جافي في بلدية الواد وحدها بلدية، درنا 20 نقطة تطعيم ثابتة. نعم. ومعهم 6 فرق متنقلة. نعم. بحيث أنه في المرحلة الأولى كانت عندنا 37 نقطة تطعيم ثابتة، المرة هذه في على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية درنا 61 نقطة ثابتة على مستوى 8 بلديات، اللي هي تتوزع على حسب 4 دوائر. نعم. دائرة الواد والبياضة والرباح وميهوانس. عندنا 61 نقطة ثابتة و6 فرق متنقلة. هذا أني تطرقت إلى جانب بدون ما ألمح بأي شيء بالنسبة للمجتمع المدني وما ساهم به. نعم. في المرحلة الأولى. نعم، سوف نتحدث عن تلك النقطة. بارك الله فيك.